السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد في القناه، بدينا لكم من طوموبيل. المهم مازال ما درت لكم، ما باقي هزه معايا. غادي للصالون، عندنا رونديفو انا ومنايا. منايا معايا، عندنا رونديفو في الور كيف ديما. انا غنمشي نصبغ، عطيت لي راسي في راسي باغي نحس بواحد الشونجمون واحد شويه. عطيت كنقولها من الحاجه الصحيه، عطيت باش كيطلع لك راسك في راسك، وكتبغي غير تبدلي شي حاجه. داكشي اللي وقع ليا، بغيت نحس براسي زعما نصبغ شعري. شحال هادي ما صبغتو؟ السلام عليكم. فتحي الكاميرا، قلت لك تصور لكم شحال هادي ما صبغت. بغيت ندير داك البلاياج هكا، والصراحه كيديروا خطير بزاف. صيبت عنده واحد البنت كنعرفوها، حتى صاحبت منى. المهم غادي نمشي نديرو بطبيعة الحال، ماعرفتش نقدر نوريكم شعري. ومنى غادي تمشي عندها لاسيونس ديال اللازر. كنا بدينا اللازر من قبل الكونفينمون، من قبل الكونفينمون، قبل كنا درنا جوج الحصص. ياك جوج؟ انا ثلاثة. انتي ثلاثة د الحصص، انا جوج، باقي ليا الثالثة. منى دابا هادي هي الرابعة. ياك دابا هادي هي الرابعة. وانا كنقول منى بان فيها الفرق مزيان. المهم علينا، كنديروا اللازر عند الور. راه كاين عندهم الناس اللي ما عارفينش، راه كاين عندهم وكيديروا باثمنه واعرين بزاف. كديري كل حصه كل شهر زعما حصه، ولا حسب المناطق اللي بغيتي. والاثمنه راه دايرينهم ريزونابل، اثمنه ريزونابل بزاف. منى زعما عليك كثر، واخا كلشي دايره زعما بزاف ديال البلايص. انا درت غير الرجلين كلهم، ولا زاسر الحصه. منى درت بزاف، درت يديها درت. ولكن بان فيها الصراحه، بان ليها الفرق بزاف. عرفتي راه مابقاش كاينو الزغب بزاف، حتى انا الصراحه كاينين بعض البلايص اللي ناض ليا فيهم، بعض البلايص اللي مابقاش كاينو. كديري على حسب الزغب، كل وحده هي كاينه اللي كديرو، كاينه اللي كدير غير ثلاثه ديال الحصص، كاينه اللي كدير بعض الحصص، كاينه اللي كدير سته ديال الحصص، على حسب الزغبه كي دايره. كمي مشكل الحصص استفنو انا سته، منى سته ديال الحصص. انا قالت لي تقدري تحتاجي غير خمسه ديال الحصص او لا اربعه. الحصص كديريها من هنا 6 شهور. المهم ديك اخر حصه كديريها، من ديكاليه ب 6 شهور، يعني ماشي كديريها كل شهر. يعني مثلا ديك اخر حصه اللي كتبقى لك حتى كدوز 6 شهور، الا مثلا خمس حصه عاد كديريها. والبنات اللي كيسولوا زعما الا كانت عندكم لا بوسونسيبل ولا شي حاجه، راه هي غتمشيو عندها هي غتقول لكم شنو كاين. هما اصلا كيديروا ضروري هنايا في الور، كيديروا لكم دياغنوستيك، ماشي غير اجيو نيشان ويديروا لك اللازر. ضروري كيديروا لك الدياغنوستيك، يشوفوا النوعيه ديال الزغبه ديالك، النوعيه ديال لابو ديالك، واش حساسه ولا لا، واش فهمتوا. يعني ماشي غير اجيو ديروا. طلعنا من الرومبوان ديال الحي المحمدي، ها هي شتي هذه الباطمه اللي في اللي مكتوبه فيها جرين بلس، ها هي اللي تحت منها الصالون. ب 200 درهم. يلاه شفتوا الفيزاج، هو اللي الفيزاج كامل ب 400 درهم. الفيزاج كامل ب 400 درهم. الصراحه خصني ندير الفيزاج كامل. انا دايره نسيت منى دارت حتى الفيزاج. منى زعما انا المشكله ما مشيتش معها اخر حصه، وقالت لك كطلب ماما، كتقول ليها لا بغيت نزيد، بغيت نزيد. زعما شحال من بلاصه وشتا زادت، زعما دارت شحال من بلاصه. انا ما مشيتش اخر حصه، داكشي باش غطيت واحد الحصه نورمالمون كنمشيو ديما زعما في خطره. ايوا اليوم غادي نمشي وغادي نصور لكم، حيت انا ما نقدرش نصور لكم يديا وزعما كيف كيدوز اللازر. ولكن ان شاء الله هي غادي نصورها لكم باش تاخذوا فكره. وما كتحسي بوالو، ما كتحسي بدا شي حاجه، زعما ماشي شي حاجه كاع نهائيا، عادي جدا. يا كمونة شنو اللازر؟ ما كتحسيش بشي حاجه لا بروميير سيونس. ولكن على حسب الزغب. على حسب كاينه اللي الزغب ديالها، كاين اللي زغبتها غليظه غتحس شويه في لا بروميير سيونس، من بعد لا، من بعد لا نهائيا ما تحسيش. من بعد كيولي يجيك عادي. كيولي يجيك عادي، حيتاش اصلا كيكون الزغب صافي طاح. راه من الحصه الاولى انا بان لكم، غادي يبان لكم الفرق، غادي يبان لكم انه ما ناضش في كاع البلايص، وما غاديش ينوض لكم في كاع البلايص. وهذا وكيبقى، وحتى الا ناض كيبقى ينوض حتى يطول ويتفرتت الراسو. كيطيح الراس. حنا دابا ندخلو شدينا الهضره في هاد الطريق هادي.
حنا دابا في الصالون شفتوا راه كترفو اليوغ كاين في الحي المحمدي، في الرومبون ديال الحي المحمدي معاك كطلعوا معاه داك الرومبون اللي كيفرق ما بين لي راك والحي المحمدي. كاين ها هو اليوغ هنا. اليوم النهار الثاني، عرفتوا البارح ما كملتش لكم مازال ما صورت لكم حتى شي حاجه، رجعنا من الصالون ما درنا حتى لي سيونس ديال لازار ما درناهمش صراحه، تعطلت بزاف في الصالون وما درتش لي سيونس ديال لازار كيف قلت لكم داكشي كلشي عندهم بالرونديفو ماشي غير اجي ودخل، باش هكا دائما يكونش داكشي عامر مع زعما الفيروس باقي كاين وداكشي يعني ماشي خاص الواحد ديال الاحتياط ديالو. فاضطرينا اننا ناخذ الرونديفو اليوم وغادي نمشيو اليوم باش نديرو لازر انا ومنى. منى كدير لازر كيف قلت لكم كلشي، نمشيو نديرو ليسونس ديالنا ديال لازر وديك الساعه غادي نشوف شنو غادي دير. المهم على حسب نجي للدار بغيت نصور هكذايا شي تصاور وداكشي. المهم غير باش نقول لكم بالنسبه للبرياج طلع واعر بزاف بزاف بزاف. المونة اليوم غادي تمشي معايا باش دير لازر حتى هي وفي نفس الوقت باش انها تيستي في شعرها حتى هي، حيت كيف قلت لكم ما غاديش يجيو يصبغوا لكم غير هكاك، ضروري كيديروا لكم تيست في شعركم يعني نهار قبل باش كيشوفوا كيفاش البرودوي غياجا مع شعركم، واش جا معاه ولا ما جاش معاه شحال من حاجه، يعني كيديروا لكم واحد دياغنوستيك لشعركم عاد ديك الساعه كيصبغوا لكم. فمونة ملي شفت النتيجه حمقاتها، مونة ما كانتش عندها الفكره ديال انها تصبغ، ولكن فاش شفت النتيجه قالت لي لا ما يمكنش، قالت لي ضروري خصني حتى انا نصبغ. فرحت بزاف فاش شفت النتيجه. يديروا لها دياغنوستيك وتاخذ رونديفو لمن بعد. فكانت ماشي متتبعات وتلاقيت معاهم وشافوا النتيجه وما غادي يقول لكم كتبوا لي في الكومونتير. المهم علينا دابا غادي نمشي. المهم حتى تصبغ مونة ديك الساعه غادي نوريكم، حيت تقريبا غادي دير بحالي فغادي نوريكم في شعرها ان شاء الله. ولكن الصراحه قبيعه خطيرين خطيرين في البلاياج دوك الناس صراحه. دابا غادي نمشي باش نوريكم شي حويجات اللي خديتهم من جوميا، حويجات واعرين شاركت معكم في الانستغرام وعجبوكم بزاف، غادي نعاود نشاركهم معكم هنايا ونعطيكم حتى الكود برومو باش انكم تستافدوا منهم. غادي تشوفوا حويجات واعرين. خديت حتى واحد الصايه غير ب 60 درهم يا البنات، سعيد الكود برومو ديالي انايا باش كتستافدوا من ناقص 10% عاوتاني، يعني كتطلع لكم القضيه رخيصه. المهم علينا دابا غادي ندوزو باش نوريهم لكم. بالنسبه لاول شوميز هي هادي، غادي نخلي لكم حتى هنايا في هاد البلاصه هادي، غادي يبان لكم ستوري اللي حطيت في الانستغرام باش تشوفوها كيفاش كتجي من البوسه. هادو ما بين دوك لي شوميز انتما غادي يبان لكم غير من الفصاله ديالتها هنايا، ما بين دوك لي شوميز اللي كيجيو بحال هكا ولات كتعجبني هاد الفصاله هادي الصراحه اللي كتكون واسعه، كتجي زوينه بزاف وما كتبينش لك العيوب ديال الجسم كيف كنقولوا، يعني ما كتبينش لك الا عندك الكاج اولا عندك هنايا اولا، المهم على حسب انا. وهادو اصلا هما اللي خرجوا دابا. فهاد لا مارك هادي ديال ديفاكتو غادي تقولوا لي مريم عندكم ديفاكتو في اكادير؟ عندنا ديفاكتو في اكادير ولكن كيف قلت لكم في جوميا دايرين لي بروموسيون بزاف، وعاد من غير داكشي كنعطيكم لو كود برومو اللي كديروه باش هكذا كتزيدوا تستافدوا من البروموسيون اكثر. غادي نخلي لكم لو كود برومو مكتوب هنايا هو مير جوميا، غادي تستافدوا من ناقص 10% يعني كتطلع لكم القضيه رخيصه بزاف. كتجي عندها السميطه ديالها هكا بحال هكا. المهم غادي تشوفوا هنا كيفاش كتجي وكتجي طويله، هانتوما شفتوا كتجي حتى تحت الركبه بشويه، بالنسبه لي انا المهم جاتني تحت الركبه بشويه. انا خديت هنايا لاطاي ال علاش، حيت بغيتها تكون واسعه يعني بغيتها فريمون تلبس اوفر سايز، داكشي باش خديت لاطاي ال خديتها. غادي ندير في نفس السنتر باش تشوفوا. ثاني حاجه خديتها هي هاد الصايط هادو اللي كيجيو بحال هكا، هادو دوك الصايط الطوال كيجيو زوينين الصراحه، عرفتي راه كيبانوا لي البنات بزاف كيلبسوهم، وانا ما كنزعمش على هذا الستيل هذا ما عرفت علاش، ولكن قلت يلا مع بنت لي رخيصه بزاف، بنت لي بشي 60 درهم وزائد درت عليها الكود برومو ديالي وطلعت لي القضيه رخيصه. هذا قلت يلا غادي نزعم عليها ماشي مشكل. هي كتجي بحال هكا زوينه بزاف بزاف، عجبتني الصراحه. وكتلبس هكذا مع دوك لي تيشيرت، تدخلي فيها تيشيرت وتلبسي عليهم شي جاكيت هكذا ديال الجين ولا شي حاجه، المهم كتجي رائعه في اللبسه. ولا التيشيرت هذا اللي غادي نلبسها معايا ان شاء الله اللي كيجي بحال هكا بالتيشيرت بيان سامبل. انا التيشيرتات هادو غادي تشوفوني كنلبسهم بزاف، كيعجبوني التيشيرتات اون جينيرال، عرفتي علاش؟ نهار كنعكز ما كيكون فيا اللي لبست حتى شي حاجه كنلوح عليا تيشيرت وسروال، و الا كان التيشيرت هكدا طويله مزيان ما كانش تيشيرت طويل بحال هكا نسكم كنلوح عليا شي حاجه ونخرج، عرفتي ديك دوك ليامات ديال العكاز ديال بصح اللي ما كيكون فيك اللي لبست حتى شي حاجه، داكشي اللي كندير.
الكسوه هذه حتى خديت فيها لا طيئان. هذه الكسوه زوينه عاد حمقاتني في اللبسه. الثوب ديالها هاد الثوب هذا لولان كنظن كتجي بحال هكا في يديها وكتجي طويله 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 يعني طويله حتى لتحت كاع. كسوه زوينه تقدري تلبسي معاها سميطه هكذايا من هنايا كتجي رائعه بزاف. حتى دي لا مارك دي فاكتو شوفوا البنات هادشي كامل راه كاين في لابليكاسيون ديال جوميا غير تيليشارجيوها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش تيليشارجيوها وكتكوموندو داكشي اللي بغيتو. وهذه هي الكسيوه صافي. دابا نقدر دابا المهم انا غادي نخرج ياك ولكن ملي غادي نرجع ان شاء الله غادي نصور لكم الطريقه كيفاش كتكوموندو من السيت ونخليها لكم من مورا هاد البلاصه هادي. وانا دابا غادي نمشي باش نمشيو حيت عندنا رونديفو ومن بعد نتلاقاو. يلا هانتوما معايا لكم الطريقه كيفاش غادي تقداو. هنايا كتاخذوا اي حاجه بغيتوها كتدخلوها للباني. مثلا انا غنعطيكم مثال هاد لا ماشين هادي ديال القهوه كنشوفوا دايره لها بروموسيون كندخلها للباني. وهنايا ها هي مثلا هاد الشيء كامل اللي دخلت هادي لا شوميز اللي كنت خديت. وهنا مثلا هاد السريولات هادو عجبوني وغادي ندير فاليد فوت فاليدا ولا كوموند. تما اصلا غادي خصكم راه طلعت بالزربه حيت تما غادي تكتبوا سميتكم كنيتكم لادريس ديال الدار وكلشي وكديروا باسي او بيمون. اون فوا كدوزو البيمون سواء تخلصوا بلا كارت بونكير الناس ديال برا ديال المغرب حتى هما راه يقدروا يخلصوا بلا كارت وتجيكم حتى للدار ماشي تما. يعني مثلا تخلصوا مثلا باغيين تقداو لوالديكم تقديه حيت راه كيديروا حتى الماكله وكلشي اولا الحوايج اولا ماكينه الصابون ماكينه الماعن الثلاجات اي حاجه طاحت لكم في بالكم كاينه في جوميا. مثلا تقداوها لهم من تما وتصيفطوها لهم للدار يعني ديروا سميتهم كنيتهم ولادريس ديالهم وكتخلصوا من تما يعني من برا. انا كنهضر على الجاليه المغربيه. اما بالنسبه للناس ديال المغرب الا ما باغيينش يخلصوا بلا كارت كديروا هادي كتكوشيو هادي وكديروا بيمون كاش على ليفريزون يعني حتى كتوصلكم الدار عاد كتخلصوا. وهنايا كتكتبوا لو كود برومو اللي قلت لكم اللي هو مير جوميا. اون فوا كديروه كديروا ابليكي كيتنقص لكم من هاد المونطون هذا وكديروا باسي صافي باش كونفيرمي ولا كوموند ديالكم. انا ما نقدرش نديرها حيت ما غاديش نكونفيرمي هاد لا كوموند غير بغيت نوريكم كيفاش. وهذا مكان الا درتو ابليكير غادي تنقص لكم 10% من هاد لو كود برومو يعني بهاد لو كود برومو ديالي هذا. صافي هادشي اللي كاين دابا غادي نخليكم. انا دابا دخل مع منى نوبتها. انا صافي كملت الحصه ديالي دخلت مع منى حتى هي باش نشد لكم حيت انا ما نقدرش نشد لكم يديا وداكشي غادي نشد لها هي يديها ونوريكم غير بعد لي بارتي وتشوفوا انا ما كتحسب والو كون يعني ما كتحس حتى شي. هذاك الجل اللي ديها هذا غتبدا بيديها فاتو كدير الغازير ماما ما كتحس بوالو. الناس اللي كيكون عندهم لي بور يعني هاد المسامات هادو كيكونوا واسعين راه كيتسدوا مع الحصص. منى نورمالمون عندها واسعين بزاف وتسدوا ليها ديجا يعني قد ما كتزيد الحصص ملي يعني ملي كيطيح الزغب كامل صافي كيتسدوا كاملين يعني هادي حاجه زوينه لا في اليدين لا في الرجلين. صافي حنايا سالينا دابا فاتو غادي تكتب لي دات فاش كنا وفاش غادي نعاودو نرجعو ان شاء الله ان شاء الله. وصراحه تبارك الله عليك فاتو يديها حنينه والله الا يديها حنينه عتي وما كتحسو حتى شي حاجه كدوز على لي بارتي كاملهم يعني ماشي كتزقل لي بارتي ولا ولا غير كنقز ولا شي حاجه بحال هكا. لا صراحه منى عاجبها منى كيعجبها الحال حتى انا ديما كيعجبني الحال. منى كتسري الحصص ديالك انا صراحه حتى انا كيعجبني الحال. شكرا بزاف فاتو. المهم لا بغيتو راه هي اللي كدير لابيلاسيون باللازغ راه هادي ديفينيتيف يعني كديرو لابيلاسيون كتحيد لكم الزغب وفي نفس الوقت كتبيض لكم ديك لابارتي اللي درتو فيها اللازغ. المهم حنا بان لنا الفرق. يلا حتى يجيو عندك البنات ان شاء الله وطلعي فيهم. البنات هذا هو ابراهيم اللي كيدير البلايا جايه منى حتى هي غادي دير بغا يدير لها دابا التست
حيت ماشي غير اجي ودير البلايص، ضروري كيدير لكم تيست باش يشوف باش علاش ابراهيم عاديك الساعة كيديروا، يعني اللي بغات ديروا ضروري كياخذوا كتاخذوا رونديفو، وديك الساعة كيشوف الزغبة ديالكم زعما كيفاش غادي تغياجي مع البرودوي، عاديك الساعة المرة أخرى كيدير لكم كيصبغ لكم نيشان. صراحة ابراهيم راه توب 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 في البلايص، ادخلوا غير لاباج انستغرام غادي يبانوا لكم لي فوتو كاملين. تبارك الله عليك ابراهيم. شوفوا هاتي الروينه عندي، شوفوا انا حاطه هنايا الحوايج باش نطويهم. صدقت لقيت عيسام شتتهم ليا كاملين هنايا. المهم يا البنات شوفوا الزهري ديال لاكلي، حيتاش كنهز لي فيديو كنحطهم في البي سي. ايوا يلا هبط، وعلاش تحتي الحوايج هنايا؟ يلا هزهم جمعهم يلا باش نطويهم. دابا انا هاد الروينه خصني نطوي هاد الحوايج ونجمع الدار. الروينه ديال بصح، وعيسى مسكين نوريكم شي لبس، عرفتي راه كيضل يلبس ديك اللبسه ديال العمان، وان شاء الله خصني ندير البحر باش هكذايا باش خصني ندير البحر باش هكذايا يحيد ديك الشهوة ديالو مسكين من البحر. غادي نديكم معايا بطبيعة الحال. المهم علينا، غادي عرفتكم غادي تسولوني الناس البنات اللي كيديروا الحجاب أولا العيالات اللي كيديروا الحجاب، إلا ما بغيتوش راجل هو اللي يصبغ ليكم، راه عندهم لي كابين ديال هكذايا كتكونوا غير عيالات بيناتكم، ف كونوا هانيين يعني ألوغ هما بصح فيها رجال وفيها عيالات، ماشي رجال يعني الرجال بوحديتهم الفوق، غير هما زعما فيها الرجال اللي كيصيبوا العيالات حيت كل وحده والاختيار ديالها، ولكن عندهم دي كابين خصيصا للعيالات اللي دايرين الحجاب باش هكذايا يعني ما كيكونش عندك داك كونتاكت مع الرجال وصافي. صافي جي دابا درت بيها فين حيت من مورا اللازغ ضروري خصكم ديروا بيها فين باش هكذايا ما تحرقوش، اولا ماشي ما تحرقوش ما تطيبوش. انا غادي نمشي دابا نعاود ندير بيها فين حيت كيخصني نديرها تقريبا كل ساعتين زعما في داك النهار وصافي، وخا الصراحه ما كتحسب بوالو وصافي. المهم هادشي اللي كاين، دابا غادي نمشي نجمع هاد الروينه هادي، عرفتي راه عندي روينه. يلا بغيت نبدل حوايجي وانا نقول قلت غادي نصور فبقيت بعدا بعدا الاقل طويل، ولكن لتحت بيجاما هانتوما شوفو لتحت بيجاما والفوق الفوق ديال الزوق هادو واحد اليوتيوب بس كتلقاو ديما الفوق في شكل ولتحت في شكل. المهم علينا، غادي نجي دابا باش نطوي هاد الحوايج هادو وهاد الروينه هادي اللي عندي هنايا وهذا كاع خلاص. شوف راه قلت لكم لابس اللبسه ديال لابيسين وكيتخايل مسكين راسو كيقول لي هذا هو لابيسين انا عندي، كيبدا يتخيل لي انا راسو في الصالون ردوا لي لابيسين كيبقى ينقز بيعوم وكلشي. يلا هانتوما معايا. هاد السيوف ماتش كيبان لكم ولا لا؟ كناخذهم من سوق الحد نيت، راه كيتباعو كيجيو بحال هكا لا ماتيير ديالتهم في شكل دايره، شفتهم كي دايرين كيتجبدوا زوينين. كان عندي فيهم البيض وعندي فيهم الكحل، ودابا خديت فيهم هاد الصفر هذا غادي الموطارد، هادي راه كيجيو زوينين وما كيزلقوش، هادو ما كيزلقوش ماشي من داك الثوب اللي كيزلق، كيبقاو ثابتين كيتباعو قلادو شويه طالعين في قلادو بشي 70 درهم ولا شحال، ولكن زوينين بزاف والله ما كيخسروش بمره. ما عادش كيبان ليكم؟ انا ما كيبان لي والو. عندك راه هو شفتوه هاوك هذاك هو داك الغونجمون اللي كنت قلت لكم ديك المره، داك الغونجمون ديال شكون داك الغونجمون اللي غادي نجمع فيه الالعاب ديال عيسى. دابا خصنا غير نركبو جبتو عندنا لو شوبين، هذيك اللي كتجيب داكشي ديال ايكيا، غادي ان شاء الله نركبو المره الجايه ونوري لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. عرفتي راه بقى محطوط تما وكنقول ليه نسكبو ما عكز لي بابا معمل ندخلك لاصال لاصال باش كدير فيها هكا لا بغيت هذاك كيك نصاغ مع هذا شنو هو؟ هذاك نصاغب هكا شنو هو لو شغب؟ لا لو صاغب لو زغب؟ لا لو صاغب
هضر شويه. لو لو شارب لو شارب لو شارب شارب لو شارب احنا مشينا باي باي نتلاقاو في فيديو جديدة نتلاقاو في فيديو جديدة فيديو جديدة السلام عليكم السلام عليكم مننا مننا